ينضم إلينا أيضا محمد موفق لاستعراض المحطة الثقافية والعديد من الخبريات. مرحبا بك. صباح الخير لطفي. صباح الخير بكل المشاهدين. شاف ليلى نورتي. إذا المحطة الثقافية متنوعة كالعادة، ورحلتنا اليوم حتكون من الجزائر إلى تونس، لأن المشاركة الجزائرية في هذه الأيام القصيرة للفيلم بتونس راح تعرف مشاركة جزائرية من خلال فيلم قصير تحت عنوان هيومن، ليحكي هذا الفيلم القصير يحكي عن ذوي الاحتياجات الخاصة لطفي ويومياتهم وتحدياتهم اللي يتلقوها من خلال نقولوا مسارهم الدراسي او من خلال ممارستهم للرياضه. هذا الفيلم كان من اخراج الكاتب والسيناريست هشام تعشيد، وشارك في عديد المحافل الدوليه الجزائريه وكذلك العربيه وحصد العديد الجوائز، وهذه المره راه مشارك في الطبعه الثالثه لبانوراما الفيلم القصير بتونس. راح نشوفوا هذا التقرير اكيد مشاهدينا وراجعين ليحكي لنا عن مجريات هذا الفيلم. بعد طبعتان لبانوراما الفيلم القصير بتونس الخضراء يستعد القائمون على التظاهرة لإطلاق الطبعة الثالثة، وهذا بمشاركة عديد الأفلام القصيرة. وحسب محافظ المهرجان كمال عويش، ستشهد الطبعة الثالثة مشاركة جزائرية بفيلم قصير حصد عديد الجوائز في عديد المحافل المحلية العربية والعالمية. هو فيلم هيومان للمخرج والممثل الجزائري الشاب عصام تحشيد، والذي يحكي من خلاله المعاناة التي يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة والتحديات التي تواجههم. إذن الفيلم سيتنافس مع مجموعة من الأفلام القصيرة للظفر بالجائزة الكبرى لبانوراما الفيلم القصير بتونس. محمد موفق لصباح الشروق. إذن هي مشاركة جميلة لطفي للسينما الجزائرية، أكيد اللي نعرفه أن هذا الفيلم كان حصد عديد الجوائز، وراه مشارك كذلك في أيام السينما الأمازيغية، وراح يكون حاضر معنا لطفي مخرج هذا الفيلم حتى يتحدث لنا أكثر في الأسبوع المقبل. نقول كذلك على الهامش راح يكون فيه جلسات مختصة متعلقة بالسينما، وهذا لتطويرها وبالخصوص في المغرب العربي.